الصيام بقى وتعويض الصيام الصيام للستات. احنا عندنا بالنسبه للايام اللي على الستات اللي ما صامتش بتتصام قبل رمضان. طيب اذا ما صامتهاش قبل رمضان تصومها بعد رمضان التاني عادي، ما فيش حاجه معلهاش غير الصيام بس، وملهاش علاقه بمساله رمضان اللي جاي. يعني لو واحده ست عليها ايام من رمضان اللي فات معاها فرصه في شهر رجب اهو، كل سنه وانتم طيبين، اول يوم النهارده او بكره اسف، يعني تصوم في رجب دي. طب اذا ما قدرتش تصوم ولا في رجب ولا في شعبان يبقى نرجع نقول تصومهم بعد رمضان بعد طالما كده، النية ولا حرج طالما موجود. النية موجودة. طيب انا فوجئت في مرة انه في صديقة، الصديقة دي متدينة و يعني كل الصلاة الصوم مواظبة على كل شيء، قراءة القرآن، الزكاة، الصدقات، مواظبة على كل شيء. فوجئت لقيتها مرة بتتكلم كده تقولي ايه بس انا ما بعوضش. قلت لها ليه؟ خالص، قالت لي عمري في حياتي ما عوضتش، وهي فوق ال40، عمري في حياتي ما عوضت. ليه؟ قالت لي ما اعرفش، حاسه انه خلاص رمضان بيخلص، وبعدين دي حاجه مش انا اللي عملتها، هو ربنا مانعني ان انا اصوم فانا ما صمتش، بس مش المفروض اعوض. اعوض ليه؟ قلت لها يعني انت قاعده معايا كده حياتي وعمري ده كله متصاحبين، عمرك ما عوضتي ولا طلعتي كفاره؟ قالت لي عندك ما يمنع؟ لا بس انا ما بعوضش، يعني ما بصومش غير في رمضان، واذا صمت اثنين وخميس او صمت مثلا وقفه عرفه او صمت تصوم الست ايام بتوع شوال بتصومهم، بس ولا مره عملت نيه انها عايزه تعوض في حياتها. فدي حلها ايه دي؟ او يعني تعمل ايه؟ لا او هي تجهل الحكم الشرعي في هذه المساله. الحكم الشرعي يعني بقى في الموضوع ده ايه؟ الحكم الشرعي انها لابد ان تقضي ما عليها من ايام، لان الله سبحانه وتعالى حينما فرض على المراه ان تفطر وهي حائض، فهذا الفرض كان لرحمه المراه وراحتها وللتغيرات الفسيولوجيه التي تحدث لها والمضاعفات التي تقابلها، فقصد بها ذلك. ولان صيام ايام رمضان لا يمكن لها ان تقدر بثمن في على مدار العمر كله، ومن ترك صيام يوم في رمضان يعني ده يعني ما يكفوش صيام الظهر كله، وان صام لو صام سنه واحده او صام يوم واحد في رمضان ما يقدروش. الا المراه ربنا عمل لها الايام دي، هي الوحيده اللي تقدر تستفيد من الايام دي، ان هي يتحسب لها بعد رمضان ايام كانها في رمضان، وذلك عند الايه؟ عند الحيض. يعني هو اداها المنحه دي. ايوه هي ما عملتش لنفسها الكلام ده، لكن ربنا اداها ميزه ثانيه، قال لها ان صيام يوم واحد في رمضان ما يكفوش صيام السنه كلها، لكن انت لما تفطري عشان ده رخصة او عذر انا هخليكي لما تصومي هناك كأنك صمتيه في رمضان. طيب ويكفي معاك. واللي يمتنع عن وهو خلاص يعلمه مثلا الحكم الشرعي وما برضه ما بيعوضوش، وطبعا الانسان يأثم على هذا الذي يقبله الله في الآخرة، انه يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له بعض التطوع أكمل به فريضته، تؤخذ منه ويكمل له بالفريضة. وإن لم يقبله الله سبحانه وتعالى، يعني عاند وأصر على فعله ولم يقبله الله سبحانه وتعالى، إذن كل هذا العمل راح هباء. لأن إحنا الأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل، يعني الأصل في العبادة إن أنا لازم أنفذ العبادة كيفما أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم.